السائغ هو من يبدع ويصلح ويحول الحلية الذهبية ومن البلاتين. قبل صنع الحلي يضع السائغ بتشاور مع الزبون تصورا للحلي ويرسمه قبل تقدير ثمنه، ويعتمد في ذلك تقنية صهر المعادن ومزجها وتشلل المادة الأولية، وذلك بهدف إنجاز تصاميم نموذجية وأشكال. بعد تحديد المواضع يقوم بعملية الثقب والخراطة فينتج قطعا متفردة أو سلسلة من الحلي، ويقوم الحلي تقويما عاما وشاملا، ثم يطبق تقنية البيان. يبرز الحرفي في عمله دقته وصبره وإتقانه لما يقوم به، فهو يملك المهارة اليدوية اللازمة لصنع أجمل القطع. طيلة حياته المهنية عليه أن يتكون ذاتيا لاكتساب تقنيات جديدة، اعتمادا على قدرته على تقويم الأشكال والأحجام وتطبيق لمهاراته الفنية. يصنع الحرفي سلعا لفائدة مهنيين أو خواص، اعتمادا على رسومات أو أفكار يقترحها الزبناء. باعتباره حرفيا يقدر السائغ على إبداع حلي خاصة به أو محاكاة حلي قديمة، وعليه أن يستجيب دوما لاتجاهات السوق. تتطلب الحرفة من السائغ أن يكون عارفا بمفاهيم الفيزياء والكيمياء ليقدر على إعداد المزيج، ومن اللازم أيضا أن يمتلك مهارة التسويق الضرورية للحفاظ على الزبناء وتنمية عددهم. في الأجزاء اللاحقة لهذا الشريط التعليمي سيقسم عمل السائغ إلى مقاطع تبرز المهام التي على الحرفي إنجازها والكفاءة التي عليه أن يعبئها. بناء على تحليل الطلب وغائية المنتوج يهيئ الحرفي وثائق العمل الضرورية لصنع القطع، فيقوم بالحسابات وينشئ التصورات. هكذا ينتج رسومات وأشكالا ومجوهرات على المادة الأولية، ثم يختار ويعد المواد الخام وكل المواد الكيميائية الخاصة بالقطع المراد صنعها، كما يهيئ المواد والتجهيزات. بعد تحضير عدة العمل ينتقي السائغ طرق القولبة والتركيب والتلميس المناسبة، ويصوب الآلات والأدوات ويشحذ أدوات القطع، ثم يزود مقر العمل ويبرمج مراحل الإنجاز.